انظروا إلى صديقتنا الجديدة يا أصدقائي. لديكم الكثير من الأسئلة لسمكة. يعجبني حب استطلاعكم يا أصدقائي، وسمكة ستجيب على أسئلتكم جميعها. ولكن مهلاً يا أصدقائي، في البداية يجب علينا أن نفعل شيئاً لسمكة. صحيح يا ريشة، يجب أن نجد لها منزلاً. لا يمكن لصديقتنا السمكة البقاء في الكيس. جميل منك يا حسون أن تقترح بناء عش لسمكة، ولكن السمكة لا تعيش على الأشجار. أعجبتني أفكاركم يا أصدقائي، فضولكم لتعرفوا أي الأماكن يصلح بأن يكون بيتاً لسمكة هو شيء رائع، وسيساعدنا بأن نجد البيت المناسب لسمكة. معزوزة، أنا جاي وكلش متحمس ألعب وياك. معزوزة، أنا جيت. معزوزة، شنو دا تسوين بثمرة جوز الهند؟ جوز الهند هي فاكهة. صح يا معزوزة، جوز الهند شكلها تشبه كرة البولينج، بس هي فاكهة وطعمها حلو وقشرتها كلش قوية وشكلها كروي. تعرفين يا معزوزة، يمكن وقعت مني اليوم وأني راجع من السوق، كنت مخطط أعمل عصير جوز الهند. عندك حق، من الصعب واحد يتخيل اكو جواها عصير. تقدرين تسمعين صوتها؟ حاولي تهزي جوز الهند. معزوزة، تحبين تجربين عصير جوز الهند؟ ايه، اعطيني الثمرة حتى اسوي لك اطيب عصير. تفضل يا معزوزة، جرب العصير وشوفي الطريقة الثانية اللي نقدر ناكل بيها هاي الفواكه. اكو عدة طرق يقدر واحد يستمتع بيها بجوز الهند، يعني نقدر ناكلها مثل ما هي هيج، او نقدر نجففها نسوي منها حلويات مثل التمر مغلف برقائق جوز الهند. صح يا معزوزة، تقدرين تجربيهم كلهم. صحة وعافية معزوزة، أنا كلش أحب استطلاعك لأنك تحبين تجربين أشياء جديدة. شنو رأيك بعد ما تجربين كلهم نلعب لعبة البولينج؟ تمام، وأنا هسا راح أروح أجيب كرة البولينج. سؤال جميل يا حسون. يعيش السمك في الماء، ولذلك يجب علينا أن نجد شيئاً ملائماً لنملأه بالماء لكي يصبح منزلاً لسمكة.
فكرة رائعة يا ريشة. هذا الوعاء مناسب بالتأكيد. أحسنتم باستخدام حب استطلاعكم ومشاركة أفكاركم لتجدوا حلاً لمشكلتنا. سيكون حجم الوعاء مثالياً لصديقتنا سمكة. أحسنتم يا أصدقائي. أنا حقاً فخور بكم جميعاً. حب استطلاعكم ورغبتكم في التعرف إلى أصدقاء جدد هو شيء جميل. والآن تستطيعون سؤال سمكة والتعرف إليها أكثر. هذا صديقي حسن، عمره 8 سنوات. حسن يحب صنع القطع الفنية من المواد القابلة للتدوير. هو يستخدم أغطية البلاستيك وأزرار الملابس وغيرها من الأشياء التي لا يحتاجها أهله في صنع قطع الفنية، مثل هذه الزقورة، وهي نموذج لبناء قديم في مدينة أورا الأثرية. صنعها حسن باستخدام قطع الكرتون القديمة التي لا يحتاجها والده. والدته تشجعه دائماً على الاهتمام بالبيئة من خلال إعادة تدوير المواد. حسن فخور بكل القطع الجميلة التي صنعها من المواد القديمة، مثل هذا المغناطيس الجميل الذي رسم عليه حقول النخيل، كما في مدينة البصرة حيث بيت جدة. تحب والدته القطع الفنية التي يصنعها حسن، وتحب أن تزين بها البيت. اليوم حسن يصنع هدية لجدته من مواد مختلفة قام بجمعها. ويتمنى أن تعجب القلادة جدته. وها هي القلادة جاهزة. إنها قلادة جميلة. حسن سعيد لأن جدته أحبت الهدية، وبنفس الوقت هو ساعد البيئة. أنا أيضاً سأحاول صنع أشياء جديدة. ترى ماذا ستصنع أنت؟ مرحبا، هلو، سلاو. أنا أميرة، أنا بحب أتعلم لغات مختلفة، واليوم رح نتعلم كلمة قارب بالإنجليزية وبالكردية وبالإسبانية كمان. القارب وسيلة من وسائل التنقل. بالبر نتنقل بالسيارة، وبالجو نتنقل بالطيارة، أما في البحر فبنتنقل بالقارب. إنتوا جاهزين نتعلم كلمة قارب باللغة الإنجليزية؟ يلا نبلش. القارب بالإنجليزية يعني بوت. يلا احكوا معي. بوت بوت بوت. رائع. وهلا اصدقائنا رح يعلمونا كلمة قارب بالكردية. بلد 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 بلد. شكرا اصدقائنا. وهلا اصدقائنا رح يعلمونا كلمة قارب باللغة الإسبانية. باركو باركو. حلو كتير. هيك بنكون تعلمنا كلمة قارب بالإنجليزية بوت، وبالكردية بلم، وبالإسبانية باركو. أنا بستمتع كتير لما أتعلم كلمات جديدة بلغات مختلفة. بتمنى إنكم استمتعتوا كمان. من شيء قديم لشيء جديد، حاجات بتعملها بالإيد، عندك حاجة مش محتاجها استعملها هتستفيد، ما تخليهاش بنفسك اعملها بنفسك. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً. اليوم صديقي إلمو
حيساعدنا على مود نسوي مشروع حلو هواية. عصفور صغير. صحيح صحيح، هنسوي كتكوت صغير. جاهزين؟ وانتو همين ما تنسون تشاركونا من البيت. خليهاش بنفسك، عاملها بنفسك. حنحتاج عود خشبية، إذا مو متوفر نقدر نقص قطع من الكرتون، نقص صمغ وألوان على مود نلون الكتاكيت، قبغات البطل، ورق ملون أو ورق أبيض إحنا نلونه. جاهزين؟ الخطوة الأولى، هنحتاج نسوي مثلث باستخدام العود الخشبية. إلمو يعرف المثلث له ثلاث أضلاع. صحيح، حلو يا إلمو. واحد، اثنين، ثلاثة. حلو حلو، أنتم ممتازين اليوم. الخطوة الثانية، هنحتاج نلزق المثلث باستخدام الصمغ. وهسه جسم الكتكوت صار جاهز. آه يا سلام. الخطوة الثالثة، هنرسم دايرة على مود الرأس، مثلث على مود المنقار، هنرسم الرجلين ونقصهم. صحيح يا معزوزة، هنستخدم أي شيء دائري على مود نرسم الرأس. ممكن نستخدم كاسة أو قبخ مال بطل، وأني هستخدم قبخ البطل. نرسم المثلث على مود المنقار، وهسه هنرسم الرجلين، وهسه هنقص كل اللي رسمناه. هالسؤال مهم هواي معزوزة، صح تحكين. شنو باقي؟ اللي باقي عندنا الجسم، عندنا الرجلين، وعندنا المنقار، وعندنا الراس. هيجي شنو باقي؟ فكروا وياي شنو باقي. إلمو يعرف أجنحة. صحيح، شاطر يا إلمو، باقي الأجنحة. الخطوة الرابعة، حنسوي الأجنحة، حنستخدم إيدينا على مود نرسمهم، وممكن نستخدم ورق ملون أو نستخدم ورق أبيض وإحنا نلونه، وأنا حستخدم الورق الأبيض. بس حنقصهم بعد ما رسمناهم. ترى الخطوة الخامسة، رسم الوجه والتلوين. هاي يا إلمو، تحب تلون الكتكوت بأي لون؟ إلمو يريد العصفور يكون لونه أصفر ومنقاره أحمر. ماشي يا معزوزة، وانت همين حتلوني الرجلين باللون الأحمر. هسه باقي خطوة، مستعدين؟ يلا نبدأ. الخطوة السادسة والأخيرة، هنلزق كل الأجزاء سوية. أتمنى أنتو همين تكونوا تونستوا ويانا بعمل الكتكوت. أكو مشاريع هواية تقدرون تسووها من البيت. انتظرونا المرة الجاية.